يا ابوي ليش تكبس؟ قلنا نلحقه بدون ما يدري. اقول لك اسكت انت. انتبه للطريق يا استاذ. النشبه دايبين. الو عامر يا اخي هدي السرعه، ما احنا عارفين نلحقك. جالسين نطاردك وانت مسرع مره. كم مره انت شو تقول له؟ يعني هذا وقتنا الحين؟ عامر وقف يا عامر. من ذولي؟ عامر وقف. شكلهم مباحث. تعال الحين اضيعهم. وقف يا عامر وقف. كفو عليك يا طارق. كفو ذي وين اصرفها؟ دزني ب 10% زياده لاني زبنتكم المباحث. لو الدرج اللي ورا ذا يسوق كان الان انطرحنا بالتوقيت. قال ايه؟ قال حفلة. يا ابوي هذا مبنى شركات. يعني اكتبوا علينا انه ما في حفلة؟ لا لا ما هي بحفلة ذي. قوم شوفوا ايش حاصل. وش ذا؟ شكلهم بيسرقون. يا ابويا الاشكال دي ما لها الا الحكومه تربيها. سلامات ام حق حراميه. قطوا يا عيال قطوا. ولا حرك انت وياه. ارفع يدينك. ايش الارض يا ابوي؟ انا ما سويت شيء. يا جماعه الخير انتوا فاهمين غلط. احنا الابرياء واللي صوت جوا حتى بالاماريه انا اللي بلغت. طول العمر عطنا فرصه نحاسي. على بالعيال. وشلون كذا الله يطول لي عمرك؟ حرامي برا واحنا جوا. راح نطلعكم، يكفيكم اللي جاكم. ها بس فهمتها، عامر مباحث. لا يا كفته، عامر مو مباحث، عامر لما تدري انهم لصوص بلغ عليه وتعاون مع الحكومه. اعطوك المكافاه يا عامر. مكافاه ان الناس اللي برا مفتكين من شركم.